الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول شيخنا رحمه الله: الباب السادس مما خرج عن الأصل الأمثلة الخمسة، وهي كل فعل مضارع تصل به ألف الاثنين، نحو يقومان للغائبين وتقومان للحاضرين، أو واو الجماعة نحو يقومون للغائبين وتقومون للحاضرين، أو يا المخاطبة نحو أنت تقومين. الأفعال الخمسة، وتسمى أيضا الأمثلة الخمسة، هي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. هذه الأفعال إعرابها كذا: ترفع بثبوت النون، وتنصب وتجزم بحذف النون. قد يقول قائل: أنت ذكرت ثلاثة أنواع، قلت كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين هذه واحدة، واو الجماعة هذه ثانية، يا المخاطبة هذه ثالثة، كيف جعلت الثلاثة خمسة؟ العلماء سموا أمثلة خمسة أو أفعال خمسة، وأنت ذكرت ثلاثة أشياء. الفعل عند اتصاله بألف الاثنين له صورتان: إما أن يبدأ بياء أو يبدأ بتاء. هذه الياء تسمى ياء الغيبة، والتاء تسمى تاء الخطاب. فمثلا إذا قلت لواحد منكم: أين فلان وفلان؟ يقول: هما يصليان في المسجد. يصليان، هذه تسمى ياء الغيبة، يعني هما غائبان عن المجلس. عند حضورهما أقول لهما: هل كنتما تصليان؟ هذه اسمها تاء الخطاب، يعني أنا أخاطبهما. إذن ألف الاثنين لها كم صورة؟ لها صورتان: إما أن يبدأ بياء اسمها هي الغيبة، وإما أن تبدأ بتاء الخطاب. كذلك هو الجماعة، أقول هم يصلون وأنتم تصلون، كم صورة الآن ذكرناها؟ أربعة. يا المخاطبة لها صورة واحدة فقط تبدأ بالتاء، أقول أنت تذاكرين أو تجلسين أو تأكلين. إذن سميت بأفعال خمسة لأن الصورة التي تأتي عليها خمسة فقط. فالمضارع عند اتصاله بألف الاثنين له صورتان: إما أن يبدأ بياء الغيبة، وإما أن يبدأ بتاء الخطاب. أقول هما يلعبان وأنتما تلعبان، أنتم ذاكران، هم يلعبون أنتم تلعبون. أما يا المخاطبة لها صورة واحدة فقط. هذه الأفعال ترفع بثبوت النون، وتنصب وتجزم بحذف النون. ربنا يقول سبحانه في قرآنه: والله خبير بما تعملون. تعملون فعل مضارع مرفوع على رفعه ثبوت النون. إذن هذه النون نابت عن الضمة، أصل الفعل تعملوا مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، علامة الرفع الضمة الظاهرة. هذا الفعل أعرب بعلامة فرعية عن علامة أصلية، فيرفع بثبوت النون نيابة عن الضمة. واو الجماعة تعرف فاعل. فإذا قلنا مثلا: الرجال يصومون رمضان، يصومون رمضان، الرجال تعرف مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، يصومون فعل مضارع مرفوع سبب رفعه لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم، علامة الرفع ثبوت النون نيابة عن الضمة. واو الجماعة ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل رفع،
رمضان مفعول به، هذه الجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. في حالة النصب قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، لن تستطيعوا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا، أصلا تنالونا. فهذا فعل مضارع منصوب، علامة النصب حذف النون نيابة عن الفتحة. لماذا نصب؟ لأنه مسبوق بأداة النصب اللي هي لن، فلن تنصب المضارع. في حالة الجزم يجزم بحذف النون، فإن لم تفعلوا، لم تفعلوا أيضا مجزوم بلم وعلامة جزم حذف النون. يقول شيخنا العلامة ابن مالك واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون، وحذفوها للنصب والجزم سمة يعني علامة، كلم تكوني لترومي مظلمة. لخص ما قلناه في بيتين من الشعر، قال واجعل لنحو يعني لمثل يفعلان، هذا فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين، النون رفعا يعني ارفعوا بثبوت النون، وتدعين إشارة إلى المضارع عند اتصاله بها المخاطبة، وتسألون، تسألون عند اتصال بها الجماعة. واجعل لنحو يعني مثل يفعلان النون رفعا يعني ارفعه بثبوت النون، وتدعين فعل مضارع اتصل بها المخاطبة، تسألون فعل مضارع اتصل بها الجماعة، وحذفها أي النون للجزم والنصب سمة، سمة يعني علامة، كلم تكوني، أصلها تكونين فعل مضارع مجزوم بلم على جزم حذف النون، وهي المخاطبة دي اسم تكون، كلم تكوني لترومي، لترومي مظلمة. رمت الشيء يعني أردته، لترومي هذه اللام تسمى لام التعليل، وهي أداة نصب عند عند الكوفيين، لكن ترومي عند البصريين فعل مضارع منصوب بأن المضمرة جوازا بعد لام التعليل. فالشيخ رحمه الله مثل لجزم المضارع ولنصبه، قال وحذفوها للجزم والنصب سمة يعني علامة. فهذا هو الباب السادس مما يعرب بعلامات فرعية، فالنون نابت عن الضمة وحذف النون ناب عن الفتحة وعن السكون. هل أنتم فاهمون؟ نعم. طيب ننتقل إلى الباب السابع مما خرج عن الأصل، وهو المضارع المعتل الآخر. هات البشاور يا ابن، البشاور يا ولد، هات منديل، هات أي حاجة، امسح على طول، امسح. الفعل المضارع ينقسم إلى صحيح ومعتل. الصحيح هذا يرفع بضمة ظاهرة، مثل الأستاذ يكتب الدرس، يكتب، وينصب بفتحة ظاهرة، لن أكلم اليوم إنسية، لن أكلم، ويجزم بالسكون، مثل لم يلد ولم يولد. أما المعتل ما كان آخره حرف علة، حروف العلة ثلاث، ألف واو وياء. الألف مثل يسعى،
والواو يدعو، والياء زي يمشي أو يجري. الفعل المعتل بالألف إذا أردنا رفعه رفعناه بضمة مقدرة، صح ولا لا؟ رفعنا بضمة إيه؟ مقدرة. منع منظور التعذر، أقول هو يسعى، هو يسعى فعل مضارع مرفوع، علامة رفع الضمة المقدرة، المقدرة. منع منظورها التعذر، لأن الألف لا تقبل الحركة أبدا فيستحيل ظهور الحركة عليها. المعتل بالواو والياء يرفعان بضمة مقدرة، منع منظورها الثقل، الثقل. أقول محمد يدعو، ممكن أقول يدعو، يمشي يمشي يو، فالضمة ثقيلة على الياء فتحذف لثقلها، تحذف لثقلها. في حالة النصب أقول لن يسعى فلان إلى الشر، لن يسعى ينصب أيضا بفتحة مقدرة، منع مظهور التعذر. لكن الفتحة على الواو والياء خفيفة فتظهر، لن ندعو من دونه إله إلا قد قلنا إجا انشططا، لن ندعو، لن أمشي إلى معصية أو إلى ريبة، لن أمشي، فتظهر الفتحة لأنها خفيفة. إلى أن نأتي لحالة الجزم، ودي الحركات اللي هي فرعية عن علامات أصلية. في حالة الجزم كل هذا يجزم بحذف حرف العلة. فمثلا لما نقرأ الآيات القرآنية، ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولا تدعو مع الله إلها آخر، ولا تمشي في الأرض مرحا. تنسى، أصلها تنسى بالألف، ولا هذه لا ناهية تجزم المضارع، فأدوات الجزم لم ولما ولا الناهية ولام الجزم ولام الأمر. يعني لا حرف نهي جازم، تنسى فعل مضارع مجزوم بلا، علامة جزمه حذف حرف العلة. ما هو الحرف المحذوف؟ كيف عرفنا أنه ألف؟ الفتحة، دي الفتحة تدل عن محذوف ألف. طيب ولا تدعو مع الله لأن آخر، ولا تدعو، عو العين مضمومة، هي يبدأ فعل مضارع مجزوم بلا النهية، علامة جزمه حذف حرف العلة وهو الواو، الضمة دليل عن محذوف واو. ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمشي شيء، لا تقل لا تمشي بإثبات الياء، لابد أن تحذف الياء، والكسرة دليل عن محذوف ياء. هذا الذي قلناه علامة الجزم الأصلية السكون، ناب عن السكون حذف حرف العلة فقط بس. يعني هذا الدرس نريد منه فقط اللي هو علامة الجزم. فالفعل المعتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة نيابة عن السكون، لأن السكون علامة أصلية. هل فهمتم؟ ده الباب السابع مما خرج عن الأصل، اللي هو كل فعل مضارع اتصل به ألف والإثنين، عفوا الفعل المضارع الأخير هو ألف أو واو أو ياء، يجزم بحذف حرف العلة. حذف حرف العلة نيابة عن إيه؟ عن السكون بس. هذا هو مما خرج عن الأصل. يعني يقول شيخنا رحمه الله: فصل. تقدر جميع الحركات في نحو غلام والفتى، ويسمى الثاني مقصورا، والضمة والكسرة في نحو القاضي ويسمى منقوصا، والضمة والفتحة في نحو يخشى، والضمة في نحو يدعو ويقضي، وتظهر الفتحة في إن القاضي لن يقضي ولن يدعو. الآن بنشرح الاسم أو الفعل الذي تقدر عليه الحركات. أسرع أسرع شوي. الاسم مقصور، اسم معرب
آخره ألف لازمة مثل كلمة الفتى. الفتى هذه ترفع بضمة مقدرة، ينصب بفتحة مقدرة، يجر بكسرة مقدرة. فإذا قلنا حضر الفتى، حضر فعل ماضي، والفتى فاعل مرفوع، علامة رفعه الضمة المقدرة على الألف، منع مظهورها التعذر. هذا يسمى عند علماء العربية اسم مقصور. القصر لغة معناه الحبس. قال تعالى حور مقصورات يعني محبوسات، فالحركة محبوسة لا تستطيع الظهور أبدا بحال من الأحوال. لا تقل حضر القاضي، ولا تقل رأيت القاضي، ولا تقل سلمت على القاضي. فجميع الحركات تقدر لسبب واحد فقط وهو التعذر. واضح يا أولادي؟ قال شيخنا ابن مالك وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارمة. المصطفى ده هو ده المقصور اللي هو آخره ألف، فالأول اللي هو المصطفى الإعراب فيه قدر جميعه، يعني كل الحركات العربية تقدر، ضمة وفتحة وكسرة تقدر، منع مظهور الضمة والفتحة والكسرة التعذر، ده الاسم المقصور. عرفنا المقصور؟ نعم. طيب المنقوص هو اسم معرب آخره ياء قبلها كسرة، ده المنقوص. اسم معرب آخره ياء قبلها كسرة، مثل القاضي أو الداعي. القاضي أو الداعي لماذا سمي منقوصا؟ أنتم تعرفون أن الحركات العربية الداخلة على الاسم كم حركة يا أولادي؟ ضمة وفتحة وكسرة، أليس كذلك؟ بلى. الضمة علامة الرفع، الفتحة علامة النصب، والكسرة علامة الايه؟ الجر. إذا قلنا مثلا حضر القاضي الضمة لا تظهر، سلمت على القاضي الكسرة لا تظهر. الضمة والكسرة ثقيلتان على الياء، يعني لا نقول مثلا جاء القاضي يو، ضمة ثقيلة فتحذف لثقلها، إذا مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة منع مظهورها الثقل، يعني ثقيلة على اللسان. كذلك الكسرة ثقلت على اللسان، لا تقل سلمت على القاضي، أيضا تحذف الكسرة لثقلها، يبقى مجرور بكسرة مقدرة منع مظهورها الثقل. الفتحة خفيفة، يا قومنا أجيبوا داعيا، تظهر الفتحة لخفتها. إذا سمي منقوص لنقصان بعض الحركات الإعرابية، ظهرت حركة واحدة واختفت إيه؟ حركتان، الضمة والكسرة، عشان كده سمينا إيه يا ولادي؟ منقوص. طبعا انتهينا من علامات العرب الأصلية والعلامات العرب الفرعية، إحنا الآن بنأتي أو بنتعرض للأسماء التي تقدر عليها الحركات. أول درس اسمه درس الإيه؟ ها؟ المقصور. والدرس الثاني منقوص. الدرس الثالث الاسم الذي أضيف إلى المتكلم، مثل كلمة غلامي أو أخي. غلامي غلامي أصل كلمة غلام، أصل كلمة غلام، فدي كلمة منونة. إذا أردنا أن نضيف هذه الكلمة لاسم نحذف التنوين، أقول مثلا غلام الأستاذ أو غلام الأبي أو غلام الأخي، ها غلام الأخي، فيحذف التنوين عند الإضافة. يعني إذا أردنا أن نضيف كلمة لكلمة نحذف منها التنوين، لكن أنت الآن أضفتها إلى نفسك، يعني أضفتها إلى المتكلم، ويا المتكلم لا تأتي إلا إذا كسر الحرف الذي قبلها. فإذا قلت هذا كتاب، أقول هذا كتابي، فكتابي أو أصل هذا كتاب، هذا اسم إشارة مبتدأ، كتاب خبر مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. انظروا الضمة ماذا يحدث، أقول كتابي
هذه الياء المسماة بياء المتكلم لا تأتي إلا إذا كسر الحرف الذي قبلها. فالذي منع من ظهور الضمة اشتغال المحل بحركة المناسبة، يعني الياء يناسبها كسر ما قبلها، فجميع الحركات تقدر، الضمة والفتحة والكسرة. أقول هذا كتابي، يبقى كتابي خبر مرفوع علامة رفع ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. طيب بعت كتابي، بعت فعل وفاعل، كتاب مفعول به منصوب أيضا بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. طيب إيه الحرف اللي قبل ياء المتكلم؟ الباء يعني، صح ولا لا؟ منع من ظهور الفتحة اشتغال المحل بحركة يعني الحرف مشغول يعني. طيب اشتري، نظرت في كتابي، إياك أن تقول في حرف جر وكتاب اسم مجرور علامة جر الكسرة، لا، هذه كسرة مناسبة وليست كسر جر، لأنها موجودة قبل حرف الجر. فهمت يا ابني ولا لا؟ نعم. لأن بعضكم قد يخطئ ويقول نظرت في كتابي، يقول كتابي اسم مجرور بفي علامة جر الكسرة الظاهرة، خطأ، علامة جر الكسرة مقدرة. طب ما في كسرة ظاهرة هي هذه كسرة المناسبة. فهمتم ولا لا؟ فجميع الحركات تقدر لسبب الإضافة أو بسبب أنها أضيفة إلى إيه؟ إلى ياء المتكلم، يبقى تقدر لسبب إيه؟ حركة المناسبة. فهمتم يا أولاد ولا لا؟ طيب أما الفعل المعتل أنا شرحته منذ قليل، قلت إذا كان معتل بالألف تقدر عليه الضمة والفتحة للتعذر. طيب وإذا كان معتل بالواو والياء تقدر عليهما الضمة للثقل وتظهر الفتحة لخفتها. قلت هذا منذ قليل، أليس كذلك؟ طيب الحمد لله. قال شيخنا رحمه الله فصل، يرفع المضارع خاليا من ناصب وجازم، نحو يقوم زيد. امسح السبورة يا ابن بسرعة، امسح يا ابن بسرعة. صلوا على الحبيب. الآن هننتقل إلى درس آخر. الفعل المضارع هو الوحيد الذي يعرب من الأفعال، فالماضي دائما مبني، وكذلك الأمر الذي يعرب من الأفعال هو المضارع، لأنه ضارع اسم الفاعل يعني شابهه. طيب هذا الفعل المضارع، الفعل المضارع ده له ثلاث حالات: رفع ونصب وجزم، أو رفعه. والله يقول الحق، شوف، والله يقول الحق، والله يقول الحق. نصب لن أكلم اليوم إنسية. جزم زي لم يلد. فشيخنا يقول أجمع النحويون على أن الفعل المضارع إذا تجرد من الناصب والجازم فهو كان مرفوعا، إذا سبب الرفع تجرده من الناصب والإيه؟ يعني لم يسبق بأداة نصب ولا بأداة إيه؟ قال شيخنا ابن مالك ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. هذا الرأي اللي هو يعني الراجح في أقوال أهل العلم. اختلف النحاة في تحقيق الرافع لهذا المضارع ده، ما هو؟ يعني ما الذي رفع المضارع؟ قال الفراء وأصحابه، الفراء ده عالم من علماء الكوفة، هل فهمتم؟ وعندما تابع زعيم من زعماء مدرسة الكوفة، طبعا معه الكسائي رحمه الله. فالكسائي هنا خالف الفراء، انفرد برأي آخر يعني. فقال الفراء ومعه أصحابه من الكوفيين سبب رفع المضارع هو تجرده من الناصب والإيه؟ وهذا ما عليه أكثر المعربين، دائرة الصائب يعني من الآراء. قال الكسائي حروف المضارعة، الكسائي عارفين الكسائي ده؟ ده إمام من أئمة أهل الكوفة وقارئ من القراء السبعة، قارئ من القراء السبعة، فاهمين يا أولاد ولا لا؟ فخالف الفراء قال حروف المضارعة، عارفين عن حروف المضارعة؟ اللي هي حروف أنيتو، الهمزة النون الياء التاء. طب سبحان الله، ليه حروف المضارع دفع رفعة المضارع؟ هل تعرفون السبب؟ طيب طب هاتوا أي فعل مضارع، ها؟ يعني عندك كلمة أشربوا، أشربوا
نشرب، أنت تشرب. إذن الهمزة والنون والياء والتاء دي كده اسم حروف مضارعة، صح ولا لا؟ كويس. لو أنك حذفت هذا الحرف هتجد الفعل بني على الفتح، شاريبة، صح ولا لا؟ لو أتيت بهذا الحرف أصبح مضارع الاسم فاستحق الإعراب. فهمت ولا لا؟ فهمت يا ابني؟ لأن احنا سمناه مضارع لأنه ضارع اسم الفاعل. فإذا قلت شارب تساوي يشرب، أو يشرب شارب، ده أربع حروف، ده أربع حروف، والحركات والسكنات موجودة هي، فأصبح مشابه لاسم الفاعل شبه لفظي، يعني نفس الحروف والحركات. واضح يا أولاد ولا لا؟ وشبه معنوي، المضارع له زمن الحل والمستقبل، وكذلك اسم الفاعل. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعلهم في الأرض، يعني جاعلهم في المستقبل، هي زيها أجعلوا في الأرض خليفة. هل فهمتم؟ يبقى الكسائي قال إيه السبب إن جعل المضارع يبقى مرفوع؟ حروف المضارع، عشان كده سمينا حروف مضارعة، يعني ضارعت يعني شابهت الاسم. هل فهمتم؟ وقال ثعلب، ثعلب أيضا من الكوفيين، مضارعته للاسم. شوف المعنى قريب، يعني الكسائي قال حروف المضارعة يعني عندما أتت فأصبح مشابه للاسم، صح يا أولاد ولا لا؟ طيب الشيخ ثعلب قال إيه؟ قال يعني مشابهته للاسم. شوف المشابهة يا ابني، هذا المشابهة إيه؟ انظر جيدا هم. يضربو ضاربو، انظر إلى الشبه، هذه حروف أربعة، هذه حروف أربعة، وبعدين فتحة سكون كسرة ضمة، فتحة سكون كسرة ضمة نفسها، هذه المشابهة هي التي جعلت الشيخ هناك الكسائي قال الحروف نفسها. هنا قال المشابهة اللي هي المضارعة نفسها اللي هي المشابهة، يعني ضارع الاسم اسم الفاعل، هو ده السبب يعني. وقال البصريون حلوله محل الاسم، حلوله محل الايه؟ الاسم. ولهذا إذا دخل عليه نحو أن ولن ولم ولما امتنع رفعه، لأن الاسم لا يقع بعدها، فليس حينئذ حال محل الاسم. يعني إذا قلت يا أولادي كلمة يضرب محمد ولدا، أو يضرب زيد عمرا، يضرب وقعت في بداية الكلام، صح؟ طيب ممكن في بداية الكلام أحذفها ولا نأتي مكانها اسم، أقول زيد ضارب عمرا، فحلول محل اسم يعني هذه الكلمة ممكن تحذف نأتي مكانها باسم، صح يا أولاد ولا لا؟ فإذا قلنا هو شوف زيد يضرب عمرا، زيد مبتدأ، المبتدأ بحتاج إلى إيه؟ خبر. طيب يضرب عمرا، الجملة الفعلية دي في محل رفع خبر، صح يا شباب؟ طيب ممكن احذف ده واقول زيد ضارب عمرا، سمعت يا ابني ولا لا؟ يعني ممكن احذف الفعل واخلي اسمي يحل محله. طيب عندما ناتي بلن، زيد لن يضرب عمرا، هل نستطيع ان نحذف يضرب واقول زيد لن ضارب عمرا؟ لا يصح. فهمت ولا لا؟ فالبصريون يقولون حلول محل الاسم، حلول محل الاسم يعني ممكن نحذف يضرب ناتي مكانها بضارب، لكن لن هذه معروف انها مختصه بالدخول على المضارع فلا تدخل على الاسماء، فحلول محل الاسم هو ده اللي جعله ايه؟ مرفوع. لكن كل هذه اراء الصائب كما قلنا فيها، اللي عليه حتى نفسه الشيخ ابن مالك تبنى الراي الاول اللي قال به الفراء، قال ارفع مضارعا اذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد، وده الراي الصائب. يعني ايه سبب رفع المضارع؟ لانه لم يسبق بناصب ولا جازم، هذا هو الراي الصائب. يعني يقول واصح الاقوال الاول وهو الذي يجري على السنه المعربيين، يقول مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وطبعا الشيخ افسد كلام الباقين. يقول وينصب بلن نحو لن ابرح، أول أداة من نواصب المضارع، امسح يا ولدي، امسح يا ابني، امسح ده، ها
بس امسح ده وسيب بس. الآن نريد أن نتحدث عن أدوات نصب المضارع. أول أداة لن، يعني أدوات نصب المضارع ده ينصب بأن ولن وكي وإذا، دي أدوات النصب دي. لاحظوا أن الشيخ بدأ بلن وترك أن، وهو يوضح لماذا فعل هذا. معروف أن أن دي هي أم أدوات نصب المضارع، لكنه أخرها، وكان ينبغي أن تقدم كما فعل كثير من النحاة، لكنه أخرها قال لطول الكلام فيها، يعني الكلام فيها طويل جدا. فأن هذه تأتي مفسرة وتأتي زائدة وتأتي مخففة وتأتي ناصبة، يعني هي لها كلام كثير، فلما طال الكلام فيها أخرها. هل عرفنا السبب؟ فبدأ بلن، قال حرف يفيد النفي والاستقبال بالاتفاق، يفيد النفي والاستقبال ايه؟ صلوا على الحبيب. لما نستشهد من القرآن الكريم لن نبرح عليه عاكفين، لن نبرح يعني هنظل يعني اليهود يقولون يعني لن نبرح يعني سوف نظل عاكفين على بجز العدل حتى يرجع لنا موسى. فإذا قال قائل منكم لن أذاكر الدرس، يبقى لن أفادت النفي، نفي المذاكرة، وجعلت هذا النفي في الايه؟ في المستقبل، وهذا باتفاق النحاة. لكن الزمخشري في كتاب النموذج قال النفي يقتضي تأبيدا. سمعت يا ابنه ولا لا؟ انتوا فاهمين معنى الكلام ده؟ يا ودرد يا لا، يعني اخونا ده لو قال يا استاذ قلت نعم، قال لن اكلم صديقي، ممكن ما يكلموش بكره او بعد او بعد سنه، لكن بعد كده يكلمه. الشيخ الزمخشري قد تفيد التأبيد، تفيد ايه؟ تأبيد. يعني لما قال لن اكلم صديقي معناه ابدا لغايه يوم الدين، فهمت ولا لا؟ مش هيكلمه قبل لغايه يوم الدين، مهما شفع له الشافعون لازم ما يكلموش ابدا. ولعله ان الشيخ عشان كان معتزلي، ولما استدل بقول الله عز وجل قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني، تفهمت ولا لا؟ أيوة، بس دي رؤية في الدنيا، لكن في الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، فهمت يا ابن ولا لا؟ فالشيخ عشان معتزلي عجب الكلام ده، خالف كل النحاة، قال لن تفيد التأبيد. يعني لو قال قائل لصديقي لن أكلمك يبقى خلاص مرة خلاص لا يكلمه أبدا، فهمتوا ابنه ولا لا؟ فالشيخ رد عن قال ولا تقتضي تأبيدا خلافا للزمخشري في كتاب النموذج، ولا تأكيدا خلافا له في الكشاف اللي هو في التفسير يعني. فإذا قلت لن أقوم محتمل لأن تريد بذلك أنك لا تقوم أبدا وأنك لا تقوم في بعض الأزمات المستقبل، وهو موافق لقولك لا أقوم، لا أقوم. فكلمة لن أقوم هي نفسها زي كلمة مثل لكن لا أقوم، سماها تفيد التوكيد اللي هو توكيد النفي يعني. ولا تقع لن للدعاء خلافا لابن السراج. طبعا الشيخ رحمه الله لسعة علمه هو يأتي بالحكم ثم يبين الرأي المخالف ويرد عليه. ابن السراج عالم من علماء النحو قال لن تقع للدعاء. طيب من أين دليلك على هذا؟ قال اسمع كده، قال يعني موسى عليه السلام ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، معناه اجعلني يا ربي لا أكون ظهيرا يعني نصيرا للمجرمين. فالكلام ده رد طبعا الشيخ عليه، يعني الكلام هذا لأن هذه لا تكون للدعاء إنما هي تكون للنفي في المستقبل، ولا تفيد تأكيدا ولا تأبيدا ولا دعاء. هذا خلاصة ما قاله ابن هشام رحمه الله. طيب هل كلمة لن دي مركبة ولا بسيطة؟
بعض العلماء قال لن، لن كده أصلها لا أن، يعني مركبة من لا وأن، فحذفت الهمزة تخفيفا، ثم حذفت الهالف دي لالتقاء الساكنين، صار شوف لن، الألف ساكنة والنون ساكنة، فحذفت الألف لالتقاء فصارت لن. واضح يا أولادي؟ ده على القول بأنها إيه؟ ها؟ أيوة. هذا الكلام قال به الخليل ابن أحمد الفائض رحمه الله، وهو شيخ سيبوي رحمه الله، لكن شوف أهو ده يعتبر يعني تلميذ من تلامذته، رد عليه قال هذا كلام غير مضبوط، هي لن بسيطة يعني هكذا ركبت، أو هذا كذا خلقت هكذا، أصلها كذا لن نون فقط بس وليست مركبة. أنت فهمت يا ابن ولا لا؟ أصل بيقول بالتركيب ده ممكن نقوله ببساطة أشاهدوا خلقهم. طب لما ربنا خلق الكلمة دي أنت شفتها اتخلقت إزاي؟ تسمعت ابن ولا لا؟ هي موجودة لن، كيف بتقول أصلها لا وبعد كده أن؟ هو لما ربنا وضعها في اللغة العربية أنت شفتها؟ بس يبقى ده قول يعني ما فيهوش دليل. فإيه قال يبقى لا، هي الأفضل أنها لن دي بسيطة يعني هكذا وجدت وليست مركبة من لا وأن. عرفنا يا أولادي؟ طيب الناصب الثاني كي، وإنما تكون ناصبة إذا كانت مصدرية بمنزلة أن، وإنما تكون كذلك إذا دخلت عليها اللام لفظا. صلوا على الحبيب. أنا الآن إحنا هذه الأداة الثانية هي كيدي. إذا قلت لواحد منكم لماذا حضرت إلى المسجد، يقول حضرت لكي أتعلم، حضرت لكي، يبقى حضر فعل ماضي وتأتي تاء الفاعل، اللام حرف جر يفيد التعليل، وكي حرف مصدري ونصب، حرف مصدري يعني يؤول مع الفعل بمصدر اللي هو التعلم، خلاص يعني حضرت للتعلم. هل فهمتم؟ حرف مصدري يعني يؤول مع الفعل بمصدر، ونصب، نصب يعني نصب الفعل هو لكي أتعلم. إذن تكون ناصبة إذا سبقت باللام. طب إذا لم تسبق باللام أصبح الفعل ده على رأي الكوفيين منصوب بكي، وعلى رأي البصريين منصوب بأن المضمرة، أن المضمرة أصلها كي أن أتعلم، وده الرأي الأصوب عند النحاة. لو قرأنا الكلام في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري هنجد أنه بيرجح رأي البصري في هذه المسألة. يبقى إذا قال حضرت كي أتعلم، أين ناصب المضارع يا أولادي؟ كي على رأي مين؟ وهذا رأي مرجوح، إنما الراجح إن أتعلم فعل مضارع منصوب بأن المضمرة. عارفين يعني إيه مضمرة؟ يعني مسخبية ليست ظاهرة، لأن أن دي يا أولادي فضلت على أخواتها بأنها تنصب وهي ظاهرة وتنصب وهي مضمرة، والدليل من القرآن نفسه. شوف في آية قرآنية هي نفسها وأمرت لأن أكون من المسلمين، نفس الآية مكررة في سورة وأمرت لأكون، عايزاً هنا أكون فعل مضارع منصوب بأن الظاهرة، وهنا منصوب بأن المضمرة اللي هنا نفس الآية، صح ولا لا؟ يبقى في الآية الأولى نصب أن وهي ظاهرة، والثانية نصبت وهي إيه؟ الكوفيون لا يعتبرون بهذا، لا يعتدون بهذا الإضمار، يقول أنت بتخترع؟ ما فيش أن أصلا، ما فيش إزاي، ما هي الآية واحدة هي وأمرت لأن أكون، والتاني اللي أمرت لأكون، ما نفس الآية هي صح ولا لا؟ يبقى نصبت أن وهي ظاهرة، وهنا نصبت وهي إيه؟ مضمرة. واضح؟ الكفر لا يقولون بإضمار أن، إنما يعتبروا الأداة نفسها، يقول إحنا اللي أمام عيننا بس في كي يبقى هي كي، اللام يبقى طب ده اللام تفيد الجر، يقول لك لا هي برضو اللي نصبت. فلما أقول اسمع بس، لما أقول حضرت لأتعلم، عندكم يعني اللام دي هي في الأصل لام جرة، عند الكوفيين هي ناصبة، يعني لام التليل عند الكوفيين تنصب. البصريون قالوا لا، ده أتعلم فعل مضارع منصوب بأن، أن المضمرة، وأن مع الفعل مجرور باللام، وقت تقدير حضرت للتعلم. واضح يا أولادي؟ نعم. طيب إذا الأداة الثانية كي تنصب بشرط، لاحظ أن لن تنصب بدون شرط، لكن كي تنصب بشرط، ما هو شرط النصب بكي؟ أن تسبق بإيه؟ باللام. تقول حضرت إلى الأزهر لكي أتعلم،
إذا لم تأتي باللام يبقى أصبحت كي حرف جر. وتعلم فعل مضارع منصوب بأن المضمرة، مضمرة يعني غير ظاهرة، وأن مع الفعل مجرور بكي. هل أنتم فاهمون؟ طيب نأتي بعد ذلك إلى الله الثالثة اللي هي إذن. الناصب الثالث إذن. قبل المغرب نصف ساعة ذكروني الناصب الثالث إذن، وهي حرف جواب وجزاء عند سيبويه. وقال الشلوبين هي كذلك في كل موضع. وقال الفارسي في الأكثر وقد تتمحض للجواب بدليل أنه يقال أحبك فتقول إذن أظنك صادقا. صلوا على الحبيب. أخونا الكريم بيقول يا أستاذ سوف أذاكر النحو. هو بيقول كده، أنا هجاوب على كلامه، أقول إذن تنجح. هذه حرف جواب وجزاء. أنتوا عارفين عن إيه جواب وجزاء؟ طيب أخونا الكريم ده قال لي يا أستاذ سوف أذاكر النحو. ده كلام مين؟ كلام طالب، ده صح؟ شوف الجواب، الجواب اللي أنا هرد عليه، أنا هجاوبه أقول إذن تنجح، فده جواب، جواب لكلامه، وفي نفسك لذلك جزاء، هجزيه إنه هينجح، صح ابنه ولا لا؟ فحرف جواب وجزاء. خلاص؟ يا أستاذ سوف أذاكر النحو، أقول إذن تفوز، وهديك جايزة. إذن كلمة إذن تفوز ده جواب على كلامه وجزاء لفعله. هل فهمتم؟ ده كلام الشيخ هو إمام النحاة. فالعالم اللي بيسموه الفارسي ده قال أحيانا تبقى الجواب بس ولا جزاء فيها. يعني واحد بيقول يا أستاذ أنا أحبك، أقول إذن تصدق بس، أنا مش هديله جايزة هنا ولا بتاع، أنا أجاوب بس، ده حرف جواب فقط، يعني أصبحت جوابية فقط ليس فيها جزاء. أنتوا فهمتوا ولا لا؟ بس لكن هو الغالب العام يا أخوانا هي دي تفيد الجزاء مع الجواب. واضح أولادي؟ إذن ديا أيضا بتنصب بثلاثة شروط. شوف الترتيب، أتى بلن لأنها تنصب بدون شرط، ثناها بكي لأنها تنصب بشرط واحد فقط، ثلث بإذن لأنها تنصب بكم شرط؟ الشرط الأول أن تكون واقعة في صدر الكلام، في صدر الكلام. هات المساحة يا ولد، امسح ده بسرعة. لو قلت زيد إذن أكرمه، هل إذن هنا وقعت في صدر الكلام؟ ده قبلها إيه؟ زيد. خلاص يبقى لا تنصب، ترفع على طول، يبقى الفعل أصبحت مهملة لا عمل لها. أقول كأنك قلت زيد أكرمه مبتدأ وخبر، وأصبحت إذن دي لا عمل لها لأنه فقد شرط أنه لم تتصدر، يعني لم تقع في صدر الكلام. طيب الشرط الثاني أن يكون الفعل بعدها مستقبلا. خلاص لو قال يعني لو حدثني شخص منكم بحديث أقول إذن تصدقوا، يعني الآن واحد بيقول لي يا أستاذ مثلا حدث كذا، أقول إذن تصدقوا يعني الآن. لا إحنا عايزين الفعل يدل على المستقبل. لو قال هذا أخونا أحمد قال يا أستاذ سوف أذاكر النحو، قلت إذن تنجح، ونجح يبقى فين؟ في المستقبل. إذن تفوز يعني في المستقبل، فلا بد أن يكون الفعل زمن المستقبل مش من زمن الحال. يعني الثالث ألا يفصل بينهما بفاصل غير القسم. يعني إذن زيد ينجح، فصلنا بين إذن وبين ينجح بزيد، يبقى هنا بطل عملها. لو كان الفاصل ده قسم يجوز، إذن والله تنجح، يبقى فصلنا بين إذن وبين تنجح بالقسم، ده جائز. هل فهمتم يا أولادي؟ والشعر يقول إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب، يعني بتوعد الأعداء، بيقول يعني إذا اعتدوا علينا إذن والله أهو قسمه نرميهم. فعل مضارع منصوب إذن علامة نصب الفتحة لأنه فصل بينهما بفاصل وهو القسم. ثم انتقل شيخنا رحمه الله إلى الناصب الرابع اللي هو أن، قال وهي أم الباب. الله
طيب يا شيخنا لما أنت اعترفت بلسانك إن أن هي أم أدوات النصب، فلماذا أخرتها وكان حقها أن تقدم؟ فمن السؤال يا ولدي؟ هو أجابه، وإنما أخرت في الذكر خلاص لما قدمناه، يعني لما سبق لما قدمناه، لأنها لطول الكلام فيها، لأنها تأتي أن مخففة من الثقيلة، وتأتي أن زائدة، وتأتي أن تفسيرية، وتأتي أن ناصبة، فلطول الكلام فيه أخرناه خلاص. طيب ثم الشيخ يقول ولأصالتها في النصب عملت ظاهرة وعملت مضمرة، مش أنا شرحت في الآية؟ يعني عملت ظاهرة وعملت مضمرة، تنصب وهي ظاهرة وتنصب وهي إيه؟ عشان كده لو سأل منكم يقول يا أستاذ أنا كل ما أقرأ في كتاب النحو يقول النحاة كده ينصب المضارع إذا سبق بأن لن كي إذن، فأنا عايز أعرف الحكمة إيه السبب، يعني لماذا قدم أن؟ أكيد في سبب، أهو ده الإجابة هي لأنها تنصب وهي ظاهرة وتنصب وهي ولا يوجد هذه الميزة إلا فيها هي فقط. واضح يا أولادي؟ بخلاف بقية النواصف فلا تعمل إلا ظاهرة، إذن دي الميزة اللي ربنا أداها لأن. عشان لو سأل منكم لماذا جعلت أن أما لأدوات النصب نقول لأنها تنصب وهي ظاهرة وتنصب وهي مثال إعمالها ظاهرة. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي، شوف الموضع واضحه، أن يغفر أهي يغفر، ده فعل مضارع منصوب بأن، علامة النصب الفتحة، أن دي بنسميها حرف مصدري ونصب. مصدري يعني تؤول مع الفعل بمصدر، أنتوا عارفين يعني إيه مصدر؟ يا درود يا لا، المصدر يعني التصريف الثالث، غفر يغفر غفران خلاص، قام يقوم قيام، صام يصوم صيام، ده اسم مصدر اللي هو التصريف الثالث، يدل على الحدث ليس له زمن. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، أهو ده مصدر، صام يصوم صيام، فهمتوا يا ابني ولا لا؟ قام يقوم قياما، هو ده التصريف الثالث، ده هو ده مصدر. نعم المصدر يا ولدي إما صريح وإما مؤول. لو قلت لك مثلا يعجبني، شوف يعجبني نجاحك، يعجب فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم، إنه تسمى نون الوقاية لأنها تقل الفعل من الكسر، والياء مفعول. طب الياء مفعول عايزين فاعل، يعني ده فعل فعل ومفعول، يبقى عايزين فاعل، صح يا ابني؟ أهو نجاحك، إيش اللي بيعجبني فيك؟ نجاحك، ده اسم مصدر صريح. يعني إيه مصدر صريح؟ بتجيبه من الفعل على طول، نجح يندح نجاح، فاهم يا ابني؟ ده اسم مصدر إيه ده؟ صريح. وأحيانا يبقى مفعول مطلق لما يبقى منصوب، يعني وكلم الله موسى تكليما، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقولوا قولا سديدا، قولا أهو ده مصدر صريح. المصدر مؤول، شوف بتجيب أن زاد الفعل، تحطون في خلاط، عارف الخلاط؟ طبعا أنا مش عارف أترجم لغير العرب، يعني عارف الخلاط يا ابني؟ يدو العارف يا هلا، حطوا كر يطلع كلمة واحدة. فلما أقول يعجبني أن تنجح، هي نفسها يعجبني نجاحك، تحطهم في الخلاط كده خلاص، أن مع بتاع وتدوس الخلاط يروح، يعني هو ده اسم مصدر مؤول، أن مع الفعل يديك مصدر مؤول، وأن اللي هي أختي إن برضو مع اسماء وخبرها تديك مصدر مؤول. فلما أقول شوف عرفت أنك قائم، يعني عرفت قيامك، يعجبني أنك فاهم، يعني يعجبني فهمك، سمعني يا ابني ولا لا؟ فالمعنى تعربه حسب ما أورده في الكلام. فلما أقول مصدر مؤول يعني أجيب أن مع الفعل خلاص أجمعهم مع بعض ويعطيني مصدر مؤول، المصدر ده يعرب حسب ما أورده في الكلام. عرفت يعني إيه مصدر مؤول؟ إذا في مصدر صريح ومصدر إيه؟ مؤول، فهمت يا ولدي؟ والمصدر ده اللي هو التصريف الثالث للفعل، قام يقوم قيام، والقيام ده مصدر يعني يصدر منه كل مشتق، قيام خذ منها قام فعل ماضي، يقوم مضارع، قم أمر، قائم اسم فاعل، مقوم اسم مفعول، فده المصدر اللي بتصدر عنه جميع المشتقات. هل وعيت ما أقول ولا ما فهمتش؟ فهمت؟ طيب يبقى أن يا أولادي ده أم أدوات النصب، وعرفنا السبب يعني.
يقول الشيخ: وقيدت أن بالمصدرية احترازا من المفسرة والزائدة فإنهما لا ينصبان المضارع. ما هي المفسرة؟ قال: هي المسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه. شوف بقول كتبت إليه أن يفعل كذا، يعني شخص أرسل رسالة لصديقه، كتب له خطاب، كتب له رسالة، كتبت إليه، فكان سائلا يسأل: ما الذي كتبته؟ بدأ يفسر الكتابة دي، أن تعالى، أن يفعل كذا، فأن دي مفسرة. طب كيف نعرف المفسرة؟ مسبوقة بجملة كتبت وأوحيت، أوحينا، في جملة فيها معنى القول دون حروف، يعني ليس فيها قاف ولا واو ولا لام. عندما قال ربنا لنوح عليه السلام: وأوحينا إليه أن يصنع الفلك، وأوحينا إليه، فكأن السامع قال: طيب يا ربي أوحيت له بإيه؟ قال: أن يصنع الفلك، يعني أي يصنع الفلك. فدي اسمها المفسرة، تفسر ما قبلها. واضح يا أولاد ولا لا؟ ما فيش قلنا، لا قلنا أوحينا، أوحينا بمثابة قلنا، جملة فيها معنى القول، كأن الله قال لنوح: اصنع الفلك. سامعين يا شباب؟ هذه المفسرة. عرفنا المفسرة؟ نعم. سهلة ولا صعبة؟ سهلة. كيف تعرفها؟ مسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروف القول. أقول كتبت إلى صديقي. طيب كتبت له إيه صديقك ده؟ أن تعالى، يعني أي تعالى، أدي بتفسر الكتابة اللي أنا كتبتها. السنة الزائدة تقع بين القسم ولو. أقسم بالله أن لو، أصلا أقسم بالله لو يأتيني فلان لأكرمته، فتقع بين القسم. أقسم بالله لو يأتيني، يبقى تقع بين القسم وبين لو، هذه الزائدة. كيف تعرف الزائدة يا أولادي؟ العلماء يقول: دخولها كخروجها، يعني إذا حذفت الكلام يستقيم. أقسم بالله لو فلان يأتيني لأكرمته، الكلام استقام ولا لا؟ استقام. استقام ما فيهوش أي شيء. طب إيه لازمة الزائد ده؟ دايما يفيد في الكلام التوكيد. أي حرف زائد في القرآن وفي اللغة العربية يفيد التوكيد. سمعت أولاد ولا لا؟ فلما أن جاء البشير، فلما أن، أصلا فلما جاء البشير، فلما أن جاءت رسلنا سيئ بهم، فلما أن، أصلا فلما جاءت رسلنا. سمعت أولاد ولا لا؟ لو حذفتها الكلام يستقيم، بس هيضيع إيه يا أولادها؟ التوكيد، معنى التوكيد. طيب، والحاصل أن لأن المصري باعتبار ما قبلها ثلاث حالات، بدأ يتكلم عن واشترطوا لأن لا تسبق المصري بعلم مطلق ولا بظن في أحد الوجهين، احتراز عن المخففة من الثقيلة. والحاصل أن لأن المصدرية باعتبار ما قبلها ثلاث حالات، إحداها أن يتقدم عليها ما يدل على العلم، فهذه مخففة من الثقيلة لا غير. اسمع يا ولدي، علم أن سيكون منكم مرضى، علم أن سيكون منكم مرضى، امسح لي يا ابني بسرعة الله يكرمك، بسرعة بس يلك. علم أن سيكون منكم مرضى، أن دي مخففة من الثقيل، أصلها أن، أصلها كده أن، فخففت، وطالما خففت تعمل، يعني لابد أن تحتاج إلى اسم ولا خبر. فالشيخ رحمه الله بدأ يعرفنا أن المخففة، قال: يجب فيما بعدها، يجب فيما قبلها أن يتقدم عليها ما يدل على العلم. مش بقول لك علم، ما يدل على العلم. علم يعني شيء يدل على اليقين. علم أن سيكون منكم مرضى. طيب، الآية الثانية: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا. أفلا يرون يعني دي رؤية،
قلبية تفيد اليقين برضو. أفلا يرون، يا ليس بالضرورة لفظ علم يعني عين لام ميم، لا، أي شيء يدل على اليقين. فاهمين يا أولاد ولا لا؟ طيب، أفلا يرون ألا يرجعوا، عفوا كلا لحظة كده، أيوة، علم أن سيكونوا، علم أن سيكونوا، قلنا دي علم، دي تدل على اليقين. الشيء الثاني يجب فيما بعدها أن المضارع يكون مرفوع، علم أن سيكونوا، أو ده فعل مضارع مرفوع، دي علامة أخرى أن المخففة دايما الفعل المضارع مرفوع، علم أن سيكونوا. طيب الشيء الثالث فصله منها بحرف من حروف أربعة، يعني نفصل بين المضارع وبين أن بالسين، خلاص، هذا الحرف الأول، أو قد، أو لا النافية، أفلا يرون، أن لا يرجعوا، فعل مضارع مرفوع أهو، وأن ديا مخففة من الثقيلة، مخففة من الثقيلة، ولا حرف نفي، الفاصل بين الفعل وبين أن حرف النفي، الفاصل بين الفعل وبين أن السين، طبعا السين أو سوف. طيب وقد، علمت أن قد يقوم زيد، علمت أن قد يقوم زيد، ونعلم أن قد صدقتنا، ده بس لما يكون بعدها فعل ماضي، علمت أن قد يقوم، فصلنا بين الفعل وبين أن بقد. وأحيانا لو أن، لو يشاء الله، الفعل يشاء وأداة مخففة وصلنا بينهما بلو. حاضر لحظة بس، أنا اديني بس فرصة أقول للحتة دي، لحظة بس. إذن يا شباب يا أولادي، إذا سبقت بالعلم علم أن سيكون، هذا الشرط الأول. طيب أين اسمها وأين خبرها عشان بس نعرفه؟ علم أن، أصلا علم أن هو، أن هو هذا اسمه، ده أن هو ده بيسموه ضمير الشاء. إيه ضمير الشاء؟ يعني لا يعود إلى مذكور قبل ذلك ويفسر مع بعده بجملة، يعني ما تقرأ في سورة المسد قل، عفوا في سورة الإخلاص قل هو الله أحد، قل هو، طب هو مين؟ الله أحد، ده بيسموه ضمير الشاء، يفسر بعده بجملة الله أحد، هو اللي هو الله أحد، فهذا الضمير يخالف كل الضمائر، يعني لا يعود إلى مذكور قبل ذلك. لما أقول زيد كتابه، هو عايد على مين؟ لكن لما أقول أنه، الضمير دي لا تعود إلى مذكور قبل ذلك، بيسموه ضمير الشأن، يعني الحال والشأن ما نحن فيه، الحال والشأن ده بيسموه ضمير الشأن، لا يعود إلى مذكور قبل ذلك. يبقى أن لما تكون مخففة أقول علم، علم، المفروض علم دي يا أولاد فعل من أفعال القلوب ينصب مفعولين، صح ولا لا؟ طيب أن دي بيسموها أن، دي لما أتت علقت علم عن العمل، علقتها زي المرأة المعلقة كده اللي زوجها أساء عشرتها، لا هي متزوجة ولا هي مطلقة، فهمت ولا لا؟ فأصبحت الجملة دي بعد ما نعربها كلها نقول سد ما سد المفعولين، ده اسمه التعليق، يعني إبطال العمل لفظا لا محلا، إبطال العمل في اللفظ، ليه؟ علشان وجود أندي، أندي. طيب نعرف كده علم، نقول فعل ماضي ناسخ ينصب مفعولين، الفاعل يعود الله عز وجل. طيب أن، أصلها أن هو، أصلها أن، فخفي صارت أن، أين اسمها ضمير الشأن؟ أن هو، السين حرف استقبال، يكون فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم، منكم جر ومجرور، مرضى، أدي فاعل، أدي اسم يكونه، اسم يكون لأن يكون يعمل عمل كان، فمرضى ده اسم يكون مؤخر بس مرفوع بضمة مقدرة معنى مظهر التعذر، ومنكم اللي هو جر مجرور، ده الخبر المقدم. هذه الجملة دي كلها نقول سدت مسد المفعولين. طيب إذن
كيف نعرف أن المخففة؟ أن المخففة نعرفها إذا سبقت بإيه؟ بعلم، وضمير شيء ومحذوف، والجملة بعدها تعرب خبر، تعرب إيه؟ خبر لأن. واضح يا أولادي؟ ولا بد أن يفصل بينها وبين الفعل بفاصل، الفواصل الأربعة اللي إحنا قلناها دي. طيب بعد ذلك إذا تقدم عليها الظن، الظن يا شباب أحسب الناس أن يتركوا؟ وحسبوا ألا تكون فتنة، وحسبوا ألا تكون فتنة، في قراءة وحسبوا ألا تكونوا، وفي قراءة حسبوا ألا تكون، لأن حسب هذه ممكن تحتمل اليقين تبقى معنى العلم، وممكن تحتمل الظن يبقى أو الرجحان بتبقى معنى ظن. فإذا كانت تقدم عليها ظن يجوز أن تخفف، أن تكون مخففة من الثقيلة وأن تكون ناصبة. يعني شوف وحسبوا أن ألا تكونوا أصبحت مخففة للفعل المضارع مرفوع، حسبوا أن لا تكونا يبقى أصبحت ناصبة للمضارع. إذن إذا تقدم عليها، خد بالك إذا تقدم ما يفيد الظن زي حسبة يبقى يجوز فيها كم وجه؟ يا إما تكون ناصبة المضارع يا إما تكون مخففة من الثقيلة. إذا لم يتقدم عليها لا علم ولا ظن تعين أن تكون ناصبة، زي والذي أطمع أن يغفر لي، أطمع ديا ليست لا فعل يدل على اليقين ولا فعل يدل على الرجحان، تبقى هنا تعين أن تكون ناصبة. خلاص يا أولادي إن شاء الله، يعني إيه هنقف عند هذا ونكمل إن شاء الله بأمر الله في الأسبوع القادم. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضى كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواريها. الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله.